مرحبا أعزائي طلابنا، وسهلا بكم بدرس جديد. اليوم وصلنا إلى صفحة 37 من كتاب النشاط. رأسا راح ننتقل إلى الملف الصوتي، راح نقرأ ونترجمه وبعدين نرجع نحل التمرين. الملف الصوتي أمامكم، راح أبدأ أقرأ وأترجم. Officer Gale, Sports Center، مركز الرياضات. Can I help you؟ هل بإمكاني أن أساعدك؟ Yes, I'd like to join the gymnastics class. When is it؟ نعم، أود الانضمام إلى درس الجمناستيك. When is it؟ متى تقام؟ Please، رجاء. Officer, are you good at gymnastics؟ هل أنت جيدة بالجمناستيك؟ Or do you want to learn؟ أو هل تريدين أن تتعلمي؟ Or I want to learn، أنا أود أو أريد أن أتعلم. I've never done gymnastics before. يعني أبد ما لعبة جمناستيك من قبل. Well, the beginner's lesson، دروس البيجنرز يعني الابتدائيين، يعني مبتدئ. For girls، البنات، is on Wednesday. شو وقت؟ بي Wednesday الأربعاء. At 7 o'clock، ساعة بالسبعة. هذا بالنسبة للبارت الأول، الجزء الأول. انتقلنا إلى الجزء الثاني. Hello, is that the sports center؟ هل هذا مركز الرياضات؟ Yes, can I help you؟ نعم، هل بإمكاني أن أساعدك؟ Yes, I want to go swimming. أنا أريد أن أذهب للسباحة. Can you tell me when lessons are؟ هل بإمكانك أن تقول لي متى الدروس؟ دروس السباحة. Officer, how good are you at swimming؟ How good؟ كيف يعني يسأل إنه شلون مستواكم أو شلون مستواك أنت بالسباحة؟ I'm quite a good swimmer. أنا نوعا ما جيد، سباح جيد. I'd like to try to join the team. أنا أود الانضمام إلى الفريق. Right، حسناً. Team practice، فريق التدريب، is on Thursday at 7 o'clock. On Thursday الخميس at 7 o'clock ساعة 7. نكمل قراءة الملف الصوتي. Thursday at 7 o'clock، الخميس ساعة 7. Thank you، شكرا جزيلا. انتقلنا إلى البارت الثالث. Sports Center، Can I help you؟ هل بإمكاني أن أساعدك؟ Yes, I want to learn how to ride. But I've never been riding before. أنا أريد أن أتعلم ركوب، قصد ركوب الخيل. But I've never been riding before، لكني لم أركب خيل من قبل. Our beginners lesson are on Saturday. الدرس مالتنا للمبتدئين هو في يوم Saturday، في يوم السبت. At 10 in the morning، ساعة بالعشرة في الصباح. Can you come then؟ هل بإمكانك أنه تجي في هذا اليوم؟ Yes, I can. نعم، أستطيع. That's fine. هذا جيد. Thank you. شكرا جزيلا. انتقلنا مباشرة إلى التمرين وحلينا. زين، راح نجي إحنا. Day، اليوم. Time، الوقت. بالأسفل عندنا مجموعة من الكلمات ويمها أكو حرف. يعني مثلا B يرمز إلى beginners والA إلى advanced. البيجنرز هم المبتدئين والادفانس هم المتقدمين. التي هو تيم براكتس، يعني فريق التدريب. زين، ام اند بي معناته مين اند بويز، رجال واولاد. ودبليو اند جي بمعنى وومن اند جيرلز. زين، خلونا ننتقل الى التمرين. هسه عندي الايام مانداي وومن اند جيرل. التايم مثل ما مكتوب عندكم، رأس أنا راح أقرأ الرياضات. عندنا volleyball B يعني beginner من الخمسة للسبعة. هنا أنا عندي كاراتي أيضا B من السبعة للتسعة. عندي volleyball وعندي تنس أيضا للB beginner. Tuesday ثلاثاء، جودو للbeginner، basketball للbeginner، وجمناستيك أيضا للbeginner، وتنس أيضا للbeginner. جودو نفسها معناها جودو بالعربي، وجمناستيكس هي لعبة الجمناستيك، وباسكتبول كرة السلة، وتنس نفس التنس.
وينزداي الأربعاء. طبعا قبل أن ننتقل إلى وينزداي، هنا عندنا مين أند باي، عندنا رجال وأولاد. هنا وينزداي عندنا ومن وجيرل، هورس رايدينج ركوب الخيل، بيل البيجنار، وأثليتكس ألعاب القوى للرياضيين، البيجنار مبتدئين، وجيمناستكس بيجنار. أيضا والساعات واضحة أمامكم. وصلنا للخميس Thursday Men and Boy. تلاحظون أنه يوم للرجال ويوم للنساء. عندنا كاراتيه للبيجنار، أثليتكس للبيجنار، سويمينج عندنا تيم براكتس، أوكي هي هنا تيم براكتس، وجيمناستكس للأدفانس متقدمين. فرايداي وومن أند جيل عندنا تنس وسويمينج وجيمناستكس، هنا التنس للأدفانس والجيمناستيك أيضا للأدفانس، وسويمينج تيم براكتس. مثل ما قلنا تيم براكتس هو فريق العمل. آخر شيء وصلنا إلى ساتردي، عندنا تنس وعندنا رايدينج، اللي قصده شنو رايدينج؟ هورس رايدينج يعني ركوب الخيل للمبتدئين، وتنس للمتقدمين، وباسكتبول كرة السلة اللي هما تيم براكتس. إذن هذا كان حل التمرين. إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا وانتظروني في درس جديد.